كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن لحظة خروج الروح هي نفس اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بسكرات الموت، فهي من أشد اللحظات التي يمر بها الإنسان. فسكرة الموت هي من أشد الآلام التي يواجهها الإنسان قبل رحيله عن الدنيا، فيصاب الإنسان بالضعف وقلة الحيلة وعدم القدرة على التحرك وصعوبة في النطق، ويواجه حزن الأهل والأقارب وبكائهم عليه، مما يزيد من حالته سوءا ويزيده خوفا وهلعا. فإذا حان الأجل وشارفت الحياة على الانتهاء، أرسل الله رسله لقبض الروح المحركة للجسد، فيكشف الغطاء عن رأسه، كما قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيرى الإنسان حوله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتناقشون في حاله، فينظر إليهم وهو ينتظر كيف وإلى أين سيكون مصيره. هل سيكون من أهل الجنة فتقبضه ملائكة الرحمة؟ أم سيكون من أهل النار فتقبضه ملائكة العذاب بكل قسوة؟ فإن كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة يجلسون منه مد بصره. ثم يجيء ملك الموت بأحسن صورة، فيقترب ملك الموت منه حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أما إذا كان العبد الكافر أو الفاجر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت بصورة مفزعة مخيفة، فيقترب منه ملك الموت ويجلس عند رأسه، ويبشره بسخط من الله، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فينهار المحتضر عند رؤية ملك الموت، ويفقد الوعي ويستسلم لليقين. فتجلس الملائكة قريبة منه ويشاهدهم عيانا، ويتحدثون عنده ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر، ويحصل له الغثيان ولا يستطيع الكلام، فهو يسمع ولا يستطيع أن يتكلم، كما أنه يرى ولا يستطيع أن يعبر عما يراه. إذ تبدأ أجهزة جسده بالتوقف عن العمل، ثم يشخص بصره نحو السماء، ويبدأ بصره بالتوقف والثبات، وتتبلد الأطراف، ويبدأ نزع الروح من القدم حتى لا يهرب الإنسان من ألم خروجها، فتلتف ساقه اليمنى على ساقه اليسرى. قال تعالى: والتفت الساق بالساق. فيبدأ جسده بالتيبس شيئا فشيئا حتى يتحول إلى جثة هامدة. فلخروج الروح آلام قدرها العلماء ب3000 ضربة بالسيف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فللموت سكرات وكرب شداد، فلو نجا أحد من سكرات الموت لنجا منها أحب خلق الله إلى الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أشد ما تجد من الوجع؟ فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، وقد كان يغشى عليه أكثر من مرة.
فيقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وعندما حضرت الوفاة، عمرو بن العاص قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول يا ليتني أجد رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. أنت ذلك الرجل يا أبتي، فصف لي ماذا تجد. فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. وما حرص الشيطان على إغواء إنسان أكثر من حرصه على إغوائه في سكرات الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فتأتي الشياطين للإنسان في لحظة الاحتضار وفي لحظة ضعفه التي لا حول له فيها ولا قوة، فيفتنوه عن دينه ويميتوه على الكفر. فقد روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، فيقول لأعوانه: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه، يقول له: يا بني، إني كنت عليك شفيقا ولك محبا، ولكن مت على دين النصارى فهو خير الأديان. والذي عن شماله على صفة أمه، تقول له: إنه كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وفخذي لك وطاء، ولكن مت على دين اليهود فهو خير الأديان. ولكن يأتي التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى، ويفطن المؤمن بأن له إلها لن يخذله في تلك الظروف، فلا يتزعزع عن الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، فليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحانوط. فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فحين يقول له ملك الموت: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلل، فتتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، فليس من أهل باب إلا يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين،
الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فاللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.